وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحول الله تعالى وقوته، في هذه الكلمة المختصرة نتكلم على بعض النقاط تحت هذا العنوان، ألا وهو الطريق المستقيم أو طريق الحق أو الصراط المستقيم. فإن طريق الحق والصراط المستقيم هو الصراط الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآيات كلها دلت على طريق واحد وهو صراط المستقيم، وهو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد كما قال العلامة ابن باز عليه رحمة الله، وهو السنة، وهو نبذ الشرك والبدعة، وهو فعل ما أمر الله تبارك وتعالى وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى. وكل هذه المعاني معاني سامية وعظيمة. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: الصراط فعال بمعنى مفعول، وهذه فائدة لغوية مهمة. صراط هي فعال بمعنى مفعول أي مسروط. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: والصراط هو المرور بسرعة، لذلك تقول سرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة. قال: والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا وكذلك مستويا. فالصراط لا يكون صراطا إلا إذا توفر فيه هذين الشرطين: أولا أن يكون طريقا واسعا لا
لا ضيق فيه. ثانيا أن يكون مستويا لا اعوجاج فيه. لذلك الطريق الذي فيه العوج ليس بصراط، ولاحظ لقول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، الآية من سورة الكهف، فقال ولم يجعل له عوجا، لأنه لو كان فيه العوج لما سمي صراطا. والمستقيم الصراط عرفنا معناه، المستقيم صفة مؤكدة لصراط أي أنه لا اعوجاج فيه كذلك. فالطريق لا يكون مستقيما إلا إذا كان مستويا واسعا. قال العلماء ولذلك لا شك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طريق مستقيم واسع فلا اعوجاج فيه، وكذلك لا ضيق فيه، يسع الأمة إلى يوم القيامة، كل الناس يسعهم شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك واسع في الأحكام، فلا تجد في أحكام الشريعة ضيقا أبدا. لذلك فهي تصلح لكل زمان ولكل مكان لأنها واسعة، وكذلك لا تجد في الشريعة الإسلامية لا تجد إشكالا أبدا، من حيث أن هذه الشريعة جاءت بالصراط المستقيم فليس فيها إشكال أبدا. وإذا وقع الإشكال فإنما يقع من قبل الناس، إنما يقع من قبل الناس لأمور ثلاثة. الأمر الأول إما لقصور في الفهم، والأمر الثاني لتقصير في طلب العلم والهدى، والأمر الثالث لأشياء أو ذنوب رانت على قلوب أصحابها فأظلمتها حتى لا تبصر الحق، حتى لا تبصر الحق، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحنذكر بشيء من التفصيل إنه يا أخواننا من الأسباب التي تحول بين العبد وبين هذا الصراط المستقيم وهو طريق الحق، من أعظم هذه الأسباب الذنوب والمعاصي، فإنها تحول بين العبد وبين معرفة الحق. ولذلك نبه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تنبيها مهما وفائدة عظيمة، قال ينبغي للإنسان بعد مدارسة العلم أن يكثر من الاستغفار حتى يستنير بهذا العلم ويشرح الله تعالى به صدره. وكذلك في باب الفتية، انتبهوا أخوان، الإنسان إذا أراد أن يتدارس العلم إما بالمذاكرة أو بمجالسة أهل العلم أو باستماع شريط من أشرطة العلماء أو بغير ذلك من الوسائل الشرعية المتاحة، فإنه ينبغي عليه أن يكثر من الاستغفار. ليه يا أخوان؟
لأنه بالاستغفار يستنير طريق العلم. تلقى بعض الناس قدر ما يدرس وقدر ما يذاكر وقدر ما يراجع، تلقى لسه فهمه ضيق للعلم، وتلقى صدره ما منشرح للعلم، وتلقاه يحس بنفسه انه ما ماشي لقدام في العلم. السبب لوجود بعض الذنوب التي حالت بينه وبين الفهم وبين الاستناره بالعلم. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال ينبغي الانسان انه يكثر من شنو يفهم من الاستغفار. واستدل على هذا القول بقول الله تعالى من سوره النساء: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يا أخوانا كده ركزوا في الآيات دي. ربنا قال إنا أنزلنا إليك الكتاب، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي لتحكم بين الناس بهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى إليه. ولا تكن للخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما، أي مجادلا ومماريا. ثم أمره الله تعالى بعد ذلك بالاستغفار، فقال واستغفر الله. فلاحظ لتحكم بينهم واستغفر الله. فإنت لو دار ربنا يبصرك للمسائل ويبصرك للعلم فعليك بالاستغفار، فإن في الاستغفار الخير الكثير. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طيب قلنا أن الصراط المستقيم هو طريق الحق وهو التوحيد، هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه دين الأنبياء ملة آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو السنة، الطريق المستقيم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم. هذا هو الطريق المستقيم، طريق واضح إنه ربنا سبحانه وتعالى أولا يفرد بالعباد ولا يعبد معه غيره أبدا بأي حال من الأحوال، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وغير ذلك من الأدلة. طيب هذا الصراط المستقيم في ناس فارقوا يا اخوان، وده طوالي حنقولنا للجزئيه الثانيه من عنوان المحاضره، ان طريق الحق الواحد لا
لا يتعدد. أصل الحاجة واحد، لا يمكن الحاج يبقى اثنين، ولا يمكن يبقى ثلاثة، ولا يمكن يبقى أربعة، هو واحد. لكن ممكن يبقى مع واحد، وممكن يبقى مع اثنين، وممكن يبقى مع ثلاثة ومع أربعة. كل حاج ممكن يبقى مع ناس، واحد اثنين ثلاثة إلى أن يشاء الله، لكن هو ما بيتعدد. يعني نفس الحاجة مع فلان ممكن يكون مع فلان، يهو ذاته، لكن ما بيتعدد أبدا. في ناس فارقوا هذا الطريق، واعلموا إنه أخوانا مفارقة هذا الطريق بيكون بالأمور الذي الأمور التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وأنا دار أفصل فيها شوية بس في دقائق معدودة. قصور الفهم والتقصير في طلب العلم والذنوب أو سوء القصد. شوف انت من تفارق طريق الحق لازم تتوفر فيه احدى هذه الشروط الثلاثه، ولا بد، لو ما كلها لازم واحده فيها او اثنين او كلها. الامر الاول سوء الفهم، وما اوقع اهل البدع والضلال فيما وقعوا فيه الا لسوء فهمهم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه حتى أهل الباطل يقول لك الحق واحد، وحتى أهل الباطل يقول لك والله نحن نتبع الحق، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في الفهم، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقال الآخر: وإذا أرداك فهمك في مساوي فليتك ثم ليتك ما فهمت. شوف الفهم ده أهم شيء يا أخوان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى فقهه في الدين؟ الفقه في اللغة هو شنو؟ هو الفهم. أهم حاجة إنك تفهم الدين قبل ما تطبقه. لو فهمته صح بتطبقه صح، ولو فهمته غلط هتطبقه غلط. دي حاجة معروفة. يعني أنا أضرب لك مثال من الذين فارقوا طريق الحق، أضرب لك مثال من الواقع، من الذين فارقوا طريق الحق الصوفية. ودين دائما بنبدأ بهم مش لأنه عندنا معاهم موضوع شخصي، ها، وإنه بس لازم اللي يجيبوهم، لا، ده ما الموضوع. مش لأنه عندنا معاهم مشاكل شخصية، لا لا لا، لأنه أول حاجة هذه الفرقة تخصصت في نشر أكبر منكر وهو الشرك بالله. ثانيا، هي أكثر الفرق انتشارا في هذه البلاد، السودان، لأن سودانيين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنت قال السودان لما ضلوا كتار منهم ضلوا بسبب سوء الفهم، ما بيفهموا صح. أديك مثال في باب التوحيد. التوحيد أنه ربنا يعبد براه تبارك وتعالى، وقعوا في الشرك وقالوا: نحن لم نشرك بالله. قالوا: نحن ما بنشرك بالله عز وجل، والبنعمل فيه ده ما شرك. يعني كون ذول ينادي الشيخ في الشدائد يقول: يا ود حزونة من المدفونة، أو يا فلان أو يا علان، قالوا ده ما شرك. طيب ده شنو؟ قالوا: توسل. ده سوفام ولا ما سوفام؟ سوفام. يبقى هم فاهمين حاجتين غلط، ما حاجة واحدة، فاهمين الشرك غلط وفاهمين التوسل غلط، مش كده؟ فاهم؟ لو كانوا فاهمين الشرك صح ما كانوا هيقولوا ده توسل، ولو كانوا فاهمين التوسل صح ما كانوا وقعوا في الشرك وقالوا ده توسل. الكلام ده واضح يا فاهم؟ فهم فاهمين الشرك غلط وفاهمين التوسل ذاته غلط. هم عندهم إنه اللي بيقول لا إله إلا الله ده لا يمكن يشرك بالله أبدا، عند الصوفية.
والكلام ده أصل لنا اليوم شيوخنا الكبار. قبل كم يوم جابوا أحمد داود بتاع السوكي اللي كان ناظره في التلفزيون، والحمد لله انكسر كسرا عظيما. طبعا بيسموه العلامة أحمد داود، وده عندهم أخبث زول بالمناسبة، زول خبيث مكار زي الثعلب، بعدين بيعرف يراوغ، وعنده شيء من اللغة، وعنده شيء من إيراد الأدلة وكذا. جابوه في الخرطوم قبل كم يوم، إن شاء الله حيكون في رد عليه قريب بإذن الله. في محاضرة كبيرة جدا في مايو، في الخرطوم في مايو، محاضرة ذات أنت لو شفتها تحتار مرة، وحرس بالجنبات وشغل عجيبة مرة، يعني حاسس بنفسه إنه عنده قيمة وهو ما يسوى أي شيء، ودار يدي لنفسه قيمة وهو ما يسوى أي شيء. جاء قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. قال لهم الرسول ما خايف على الأمة دي من الشرك، وأي ذول يخاف على الأمة دي من الشرك معناته هو قدم نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف خبث الزول ده. بعد ذلك مشى لقدام قال لكن الحديث ده ما معناه إنه الشرك أصلا ما حيقع. قال لا، الحديث ده معناه إنه الشرك في الأمة كلها ما حيقع، لكن بعض الناس ممكن يقع فيهم الشرك. أنا قلت والله ده تطور ملحوظ من الصوفية، يعني كونه يوصلوا مرحلة زي دي كويس، ده معناته كثرة الطرق من دعاة التوحيد الحمد لله جاب نتيجة. زمان ما كان بيقولوا كده، بيقولوا ما في مرة واحدة، لكن هسه بيجوا يقولوا شنو؟ فيه لكن ما عند الصوفية، بيجوا يقولوا كده هو فيه لكن ما، إن شاء الله بعد شوية حتقولوا فيه عند الصوفية كمان إن شاء الله. بقى يقولوا فيه لكن ما عندنا، لكن ما عند الصوفية. قال نحن ما خلافنا مع الناس انه الشرك حرام ولا ما حرام، قال كلنا متفقين انه الشرك حرام. قال لكن انت لما تجي تورد الايات، وقام جاب امثله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومبينا وغيرها من الايات. قال لما تجيب الايات دي انت ما تجيب لزول بيقول لا اله الا الله وزول مؤمن، قال جيب لزول بيقول انه الشرك حلال ما حرام. هم اللي بيقولوا الشرك حلال، الناس ابو ما بيقولوا الشرك حلال، والله مش مشركين ما بيقولوا حلال كويس، لانهم قالوا ديك ذاته فكروا فاهمين غلط كويس. شكله بيجي يوم القيامه بيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، لانهم ذاتهم عندهم الشرك ذاته شيء قبيح، عشان كده ما قالوا نحن مشركين، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. اصلا تلقى لك ايه ابو لهب قال فيها انه نحن مشركين او انا مشرك، ما في اصلا، ولا في دول مشرك بيقول انا مشرك، ولا في مبتدع بيقول انا مبتدع، ما في. دي برضه نقطه مهمه انتبهوا لها، لا قال مشرك قال انا مشرك، خليك من ذيل امشي للنصارى، مش ذيل مشركين مره واحده باتفاق كثير من المسلمين ما بيقولوا نحن مشركين، بيقولوا نحن اهل الجنه ذاتنا، والجنه دي ما بخشها الا من كان هودا او نصارى. اول حاجه نقول كونه يقول الايات دي انت ما بتجيبها الا لزول بيقول شرك الشرك حلال، ده يلزم عليه لوازم كبيره جدا. اول حاجه هذه الايات كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابه، ولا ما حصل؟ حصل. طيب يا احمد داود، هل الصحابه كان بيقولوا الشرك حلال؟ ابدا، ولا يقدر يقول. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قرا عليهم الايات؟ ما كان يقرا عليهم. بيفهم انه الايات ما تنقري الا على منه؟ الا على ذول اللي بيقول الشرك حلال. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قراها على الصحابه؟ خليك من دي. ليه جبريل قراها على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ احمد داود حيقول لا. طيب ليه جبريل قراها على النبي عليه الصلاه والسلام؟ عشان تعرفوا انه الناس زي بتاعين تلبس، والجماعه قاعدين بيكبروا الله اكبر، كبروا له معناه جهله، قال انه علامه وهو ما عنده اي شيء. اما بالنسبه للحديث، اول حاجه الحديث فيه دعاء
دليل على وقوع الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف عليكم، إما يكون الخطاب موجه للصحابة كما قال ابن حجر رحمة الله، أو أن الخطاب للأمة عامة. والحمد لله أحمد داود وافق في الحتة دي، وافق إنه الشرك بيقع. لكن كونه يقول ما تخاف على الأمة، كيف ما تخاف؟ إخواننا في دول ما بيخاف من الذنوب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف ما تخاف؟ إبراهيم عليه السلام قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس، مع أن ربنا قال وما كان من المشركين في أكثر من آية. فكيف ما تخاف على نفسك؟ كيف ما تخاف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لا أخاف عليكم أيها الأمة عامة، الأمة كلها ما بتقع في الشرك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما خايف مني لأن أصلا ما هتقع. فكيف يخاف على شيء أصلا ما هيقع؟ أو لا أخاف عليكم أنتم الصحابة إنه تقعوا في الشرك، وفعلا الصحابة ما بيقعوا في الشرك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما خايف عليهم لأنه أصلا الحاجة دي ما هتقع. لكن حاجة هتقع ما نخاف منها؟ ده ما فيه دليل على جهل هذا الرجل. شوف سوء الفهم، تقول له مشكلته شنو؟ مشكلته الكبيرة سوء الفهم. لذلك ضلوا الضلال البعيد الذي هم الآن فيه، قالوا يجوز تستغيث بغير الله. الدليل قالوا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني دارين يجيبوا آية من القرآن يستدلوا بها على الشرك، والله قال الشرك ده ما عنده دليل، أصله ما عنده دليل، عشان كده ربنا قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سورة الأعراف. شرك ما عنده دليل. وهناك في النجم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهناك في سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الشرك ما عنده دليل أخواني، لا حسي ولا سمعي ولا عقلي أصلا، حتى العقل الصريح لا يمكن يستوعب الشرك. عشان كده الشيخ ابن عثيمين ذكر من فوائد قول إبراهيم عليه السلام لقومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قال لهم أفلا تعقلون. قال الشيخ ابن عثيمين لأن الكفر الصريح ينافي العقل الصحيح منافاة كاملة. شوف العقل ده لو عقل سليم ما فيه مشاكل ما فيه مرض أفضل ما بيوافق الكفر. عشان كده قال لهم أفلا تعقلون، وهذا استفهام للإنكار وللتعجب وللبيان، أي لبيان كفره وشركه. كويس، يبدأ استدلال بالآية ما فيه دليل إنه تستغيث بغير الله، لأنه ده استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، بس الموضوع انتهى. وإلا من السلف فسر الآية على ما فسرها أهؤلاء الصوفيين؟ منو؟ ما في، ما موجود. طيب ده باب التوحيد، والكلام فيه طويل جدا. تعال امسك باب العقيدة وما أدراك ما العقيدة. ضلوا ضلالا بعيدا استنادا على الفهم الخاطئ. انتبه يا مشايخ، الكلام مهم شديد. أولا أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة لله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف عليهم رحمة الله. نضرب مثالين فقط. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الصوفية قالوا لا، الرحمن ما على العرش استوى. شوف 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 المنابذة لكلام الله عز وجل. قالوا لا يمكن نقول ربنا استوى على العرش أصلا. ليه يا ناس؟ قالوا لأنه الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ما الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الرحمن على العرش استوى، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مش كده أخوانا؟ هو ذاته قال كده، هو قال الرحمن على العرش استوى، فده هو الرد عليهم. كونه يجيبوا الآية دي الرد عليهم ذاته. قالوا لو قلنا ربنا استوى
إذن شبهنا الله بالمخلوق. شوف الفهم، شبهنا الله بالمخلوق لأن المخلوق يستوي، لأن المخلوق شو؟ يستوي. طيب نسألهم سؤال، الله عز وجل يرى أو لا يرى؟ إذا قالوا لا يرى كفروا، لأن ربنا قال ألم يعلم بأن الله يرى. طيب إذا قال ربنا يرى، نسألهم سؤال آخر، هل المخلوق يرى أو لا يرى؟ إذا قالوا لا يرى قلنا والله عميانين براكم، نحن هذين قاعد نشوف والحمد لله، أنتوا العميانين براكم. إذا قال المخلوق يرى، طيب كيف أثبتوا للمخلوق الرؤية ولله الرؤية؟ كيف أثبتوا؟ بقاعدتكم، لأنه قاعدة إنه مجرد تثبت الصفة لله وللمخلوق أنت وقعت في شنو؟ في المماثلة والتشبيه مباشرة. طيب قاعدة بطلت بنفس كلامهم، مش كده أخوان؟ عشان تعرفوا اللولوة بتاعتهم والجهل والضلال البعيد. قالوا ما نقول استوى، طيب تقولوا شنو؟ قالوا نقول استولى، الرحمن على العرش استوى أي استولى. طيب المخلوق ما بيستولي؟ بيستولي. تقول استولى فلان على المنطقة الفلانية. طيب طالما المخلوق بيستولي وربنا بيستولي، إذن وقعتوا في شنو؟ في التشبيه. فأين تذهبون؟ حيقولوا بس طوال شغالية زي الكديسة سك الفار، والله العظيم كل ما يقعوا في حفرة يطلعوا تاني يقعوا في حفرة تاني، والله العظيم زي جري الكلب في اللوبة زي ما يقولوا عنا ناس الجزيرة. فده حال أهل البدع. المشكلة وين؟ في الفهم، فهم بليد جدا والله. المثال الآخر، الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا أو إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الجماعة ذيل الصوفيهم ذاتهم، لأنه بينتحلوا مذهب الأشاعرة، يوم ذاتهم الصوفية مذهب الأشاعرة والماتريدية هم الماشين بالشغل ده. والكلام في مذهب الأشاعرة والتفصيل فيه يطول، لكن يعني خذ هذه الأمثلة حتى تعرف شيئا منها. عندهم إن الكمال لا يوزن بالشرع إنما يوزن بالعقل، يعاينوا للحديث كده، إذا وافق عقلهم يشيلوا، إذا ما وافق عقلهم يجدوا طوال. ما كان لو حديث متواتر وفي الصحيحين وفي أي محل ما وافق عقلهم يجدوا طوال. وعقول أصلا لا تصلح حتى نجعلها ميزانا للنصوص. يا تعقل ده عقل منو؟ أن نجعل ميزان للنصوص عقل من؟ فعقيدة أهل السنة إن ربنا ينزل في الثلث الأخير كل يوم كل ليلة في الثلث الأخير ربنا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبهه بالمخلوق ولا نمثله بالمخلوق ولا نعلم الكيفية ولا نسأل عن الكيفية أبدا. الصوفية دخلوا يقولوا عاينوا كده للحديث ينزل ربنا، قالوا ما ممكن، يعني ما ممكن الله ينزل يا ناس، ما ممكن، كيف الرسول قال ينزل؟ قالوا لا 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 ما ممكن ينزل. يعني شوف بغلط النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيك في الإذاعة يقول لك حب النبي ما بالنبي، وانت بتغلطه، والرسول الصافي السدي ما في، وانت بتغالط فيه ويقول لك انزل. طيب تقول لي الرسول الصافي لو كان بجد عندك السدي وما في كان سمعت كلامه ولا ما كده اخوان؟ يقول لك لا 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 ربنا ما بينزل. طيب ها وما الذي ينزل؟ لانه ما بيقدر ينكر الحديث في اصله، يعني حديث متواتر وفي الصحيحين، ما يقدر يقول الحديث ده النبي ما قاله عليه الصلاه والسلام، لانه ما بيقدروا يقارعوا الصحيحين البخاري ومسلم. قالوا نقوم نشوف لنا تأويلات على حسب كلامه، وهي ما تأويلات، هي في الحقيقة تعطيلات ما تأويلات. قالوا نقول ينزل أمره. طيب أمره ينزل من من؟ كما قال الشيخ الجامي عليه رحمه الله، إذا قلت ينزل أمره أيوه، أمره من من يا صوفيا؟ ينزل من منه؟ حيقولوا من الله. طيب أين الله؟
أين الله؟ حيسكت ولا ما كده هون؟ حيسكت وساكت. طيب ما ممكن تقولوا ينزل من الله، ولما نقول لكم أين الله تسكتوا؟ ولو قلت في كل مكان يبقى أمره ينزل ليه؟ ما موجود في كل مكان، ينزل ليه شنو؟ فإذا نزول أمره شنو؟ ما في فايدة. مش كده أخوانا؟ بعدين الأمر ربنا قال في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الأمر ما حد السماء الدنيا، الأمر حد وين؟ حد الأرض. الصوفية الأشاعرة جعلوا الأمر حد وين؟ السماء الدنيا. قالوا خلاص دي فيها ورطة، أصلا فيها ورطة، والبادية زادة فيها ورطة. قالوا نقول ينزل ملك من الملائكة. طيب النبي قال ربنا، هل الملك ربنا؟ الملك ما ربنا، قال ينزل ربنا كده بهذا اللفظ. وهل الملك بيقول هل من سائل فأعطيه؟ وين يا ملك ده بيقول كده؟ ومن الذي أعطاه الحق حتى يقول هذا الكلام؟ يبقى ما في مفر. قالوا خلاص نقول تنزل رحمته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. بالله عليك الله، شوف هل الكلام ده يستقيم؟ ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، ما بيستقيم ذاته. بعدين رحمة، هل في رحمة حتى السماء يا ناس؟ ما قال إلى السماء الدنيا. إذا كان الرحمة هي بتنزل معناته الرحمة دي فوق ما جاتنا ذاته دي، معناته نحن ما بنستفيد منها، نطلع لها يعني ولا كيف يا صوفيا؟ الرحمة دي عشان نستفيد منها نمرق لها فوق يعني؟ وهل نحن حنقدر نطلع فوق؟ فما لكم كيف تحكمون؟ كل هذه أفهام بليدة، أفهام غريبة جدا. عشان كده وقعوا فيما وقعوا في مسائل العقيدة من نفي الصفات. والأمثلة كثيرة لكن أنا أكتفي بهذين المثالين. ولو أردت التوسع فاقرأ كتب العقيدة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الحموية، الفتوى الحموية والتدمورية، اقرأ الواسطية، اقرأ القواعد المثلى للشيخ ابن تيمية، تعرف وتتبصر وتجد العلم الغزير وتجد شبهات أهل البدع والرد عليها. ده في باب العقيدة. تعال امسك في باب الله، في باب البدع ضلوا برضو ضلال بعيد جدا بسبب الفهم الخاطئ. قسموا البدع لقسمين، قالوا بدعة حسنة وبدعة شو؟ بدعة سيئة، مش قالوا كده؟ قالوا بدعة حسنة وبدعة سيئة. طيب نسألكم سؤال، البدعة طيبة أم خبيثة؟ ده سؤال لأي ذول بيقسم البدعة لقسمين، واستفيدوا يا اخواننا من الكلام ده عشان تناقشوا به، واي ذول راسه ملخبط تناقشوا كده. البدعة طيبة ولا خبيثة؟ إذا قال البدعة طيبة تقول له أنت خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، ولا يمكن الضلالة تكون طيبة. هل في ضلالة طيبة؟ أبدا، الضلالة خبيثة كلها. وبعدين النبي قال وكل ضلالة في النار، حكم على البدعة أنه محلها وين؟ في النار. هل في طيب يخش النار؟ أبدا أبدا. بعدين حكم عليها أنه الله ما بيقبلها، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل ربنا بيقبل الخبيث؟ أبدا، إن الله طيب ولا يقبل ولا يقبل إلا طيب. يبقى ما في بدعة حسنة أصلا، كلها سيئة. ما يشوف الفهم البليد. وفي ناس تصدق والتكلم، وفي ناس ما بعرفوا ذاته إنه دي آية اسمها الحقني بالصالحين، ما عارفين ذاته إنه دي آية. فلما نيجي دول زي ده يخمهم، بيتخموا طوالي، بيتخموا بالذات في البلد دي، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده وجب على دعاة الحق والذين يدعون إلى الصراط المستقيم، وجب عليهم أن يبينوا الحق للناس. يا أخوان الناس دايرين ذول يقودوا، إذا ما لقى ذول يقودوا بيضلوا. أسي البهيمة لو ما لقى ذول يقودها بتروح من صاحبها. عشان كده الواجب على الدعاة إنه بعد ما يتعلموا يقودوا هؤلاء الناس، يخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذن الله. يبقى ده باب من الأبواب بسببه يكون مفارقة الطريق المستقيم وتعدد الطرق. الباب الثاني
قلة العلم، قلة العلم. تلقى الواحد ما داري يتعلم، داري يقعد جاهل، والجاهل عدو نفسه كما قيل. فده من أسباب منع الحق عن الإنسان. أنت لو ما تعلمت دار تعرف الحق كيف؟ ربنا قال وقل ربي زدني علما. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فبيجيك دول ملبس يلبس عليك لأنك أنت ما تعلم، يجيب لك آيات وأحاديث يقول لك قال فلان وقال فلان، أنت ما تستطيع ترد لأنه ما متعلم. فهذه مصيبة. ودواء العين السؤال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الإنسان إنه يطلب العلم من مصادره الصحيحة من العلماء الثقات. وبنا أحذرك من علماء الضلال، هو تمشي تجيب لي شريط للعرافي ولا جايب لي شريط لمين العودة ولا جايب لي شريط للمصري ذاك مين محمود مين المصري كويس. كل مرة بيعمل لك كده حيرك ذاته، ما شفته كل مرة يعمل كده. أنا ما أعرفه بيقوش في لبن ولا الحاسس شنو بالضبط. أوعى أبعد من الناس دي تماما، ديل أهل باطل وما بيدوق علم. لو الدوق بيدوق علم مغبش فيه تلبيس بين الحق والباطل. والجماعة هنا المبطحين ناس أنصار السنة ومين ومين، أوعى من ديل ما يقوشك. داك بتاع المجلس العلمي يقول لك لابد أن تثني ركبتيك في التراب. أبا يعمل لك كده كويس ما في مشكلة، أبا ما في مشكلة، لكن ما تحت ما تحتك أنت. أنت قاعد وين ما أقول لك كده خدارة تجي تقعد تحته، والله تحته ما بنقعد، خليه يمشي يشوف ناسه دين، لكن إحنا تحته ما بنقعد، لأنه ده مبتدع ضال. كويس؟ يا قبل فترة قالوا سألوه من الليدو، قال لهم هذه المسألة فيها تفصيل، وطبعا فيها تفصيل دي عاجباه، عامل فيها ابن عثيمين، والله أنا باقي لهم لو سألته من المويه دي هيقول لك فيه تفصيل زي ذاك بتاع فيه قولان عجباه شغلا فصل لك ولو كان كذا لكان كذا وما شوف امرك بك بهناك وانت تكون عايم والله العظيم عشان في النهايه يقول لك حلال يقول لك الشيء ده حلال هو حرام كويس. سألوه زمان من كلام سيد قطب لما قال عن موسى نموذج للزعيم العصبي قال لعله بلغة قومي لعله بلغة قومي لا يريد لا يراد به السب بلغة قومي تقول بتاع لولو يا اخي مالكم مال الشغل يا اخوانا يا ناس العلم الصافي موجود انت مالكم مال اللولو. وفي ناس الواحد بيحب الوسائل دي يمشي يحفر يجيب اليوتيوب يقول لك في شيخ ظهر يا اخي انت مالكم مال ظهر شنو هو كوره هي ولا لعيبه بتاع الكوره يقول لك في شيخ اللي يمضي صغير ما تشتغل به انت عندك العلماء ثقات وعلمهم موجود الحمد لله اعكف على علمهم والله لما تموت احتمال تكون ما كملته كذا بس اعكف على اشرطه الشيخ ابن عثيمين اعكف عليها كذا شوف حتاخذ كم سنه اعكف شوف حتاخذ كم سنه قال لك يا دول الفيه ابن مالك براء قال لك كم سنه البخاري داير كم سنة مسلم انت فاضي للمجلس العلمي ما فاضي له يا شيخنا ولا فاضي لهداك بتاع اليوتيوب ولا لهداك شوف اشرطة الشيخ الجامي عليه رحمة الله اشرطة الشيخ ابن باز كويس اشرطة الشيخ الفوزان الشيخ محمد بن علي وغيرهم من العلماء الثقات دي الموثوقين نحسبهم ولا نزكيهم على الله ما لهم اي غبار تخلي النظيف تجي تفتش في المغبش فده العلم الصافي يا اخوان ده العلم الصافي وما يجيك زول بين غمت انه ديل قالوا في السودان ما في علماء هاي ما في عالم يقعدوا له في السودان ده توريني له ذاك بتاع دجال الفتيحة عامل فيها برود علينا قال ديل قالوا البلد دي ما فيها علماء يعني نقفل يعني ولا كيف قال يا اخي انت بتاع طعمية فاتح لك طبلية قفل هاي قفل ذا عشان الناس ترتاح منك لا يعني قال انا اقفل جامعي ده وافوت يعني ولا كيف والله العظيم
الزول ده زول غريب خلاص كويس. فاطلبوا العلم من مصادره حتى تستنيروا به. الأمر الثالث والأخير سوء القصد، والقصد بمعنى النية، سوء النية. شوف الإنسان لما تكون نية سيئة يا أخوانا يحال بينه وبين معرفة الحق. والله قلبك ده إذا فيه أي أمراض، مرض شبهة، مرض شهوة، حسد، رياء، كبر كويس، حب الدنيا، حب الظهور، حب السلطة وغيرها من الأمراض كويس، أعلم إنه دي كلها أسباب تحول بينك وبين معرفة الحق. إلا الحب الطبيعي، الحب الطبيعي ده ما بقدر يمنعك منه. الإنسان فيه حب طبيعي، يحب الدنيا حب طبيعي، يحب أولاده حب طبيعي، ده ما فيه إشكال. وإياك أن تبتغي مما هو لله تعالى، إياك أن تبتغي به عرضا من الدنيا. دي برضو مسألة مهمة شديدة. ما تتعلم العلم عشان تبتغي به عرضا من الدنيا، وتأكد تماما إنه ما أنت مش لقيته، وإنه سيحال بينك وبين الحق عاجلا أو آجلا. فالإنسان إذا خلص نفسه من هذه الأمور فإنه يعرف طريق الحق ويعرف الصراط المستقيم ويتبع طريق الحق ويتبع الصراط المستقيم ويجتنب الطرق المتعددة الباطلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. وهذه السبل التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي عن سبيل الله عز وجل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتجتنب كل الفرق والجماعات والطوائف التي تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا كويس، وتتبع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، واعلم أن الفهم محفوظ والحمد لله. ما محتاجين لفهم فلان أو فهم علام، ولا محتاجين نرجع لفهم النصوص لفلان أو فلان من الناس لا سيما من أهل البدع، لأن الفهم محفوظ والحمد لله. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبيان القرآن التزم الله تعالى به، وبيان السنة التزم الله تعالى به كذلك. بس كيف الإنسان يبحث وكيف الإنسان يجتهد حتى يعرف هذه الأمور؟ طيب الكلام يا أخواننا يطول في هذه المسألة، ولكن ما ذكر يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله وين الباشمهندس؟ ما في أي حاجة، لا سؤال ولا أي خلاص. لو في سؤال أو مداخلة أو استفسار إن شاء الله ندي للناس فرصة ونحن على سبيل. عندي خالتي طمي الولد وتعتقده، هل بعد مشكلها علي هجرها أم يدخل هذا في قطع الرحم؟ طيب بالنسبة للودع يا أخوانا، هو نوع من أنواع الدجل والشعوذة، رمي الودع والنظر في الفنجان وغير ذلك، فده نوع من أنواع الدجل والشعوذة، وده باب من أبواب الشرك بالله عز وجل وباب من أبواب الكفر. فإذا كان هذه الخالة كما ذكرت بتمارس هذه الأمور وقدمت لها النصيحة والبيان من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصرت على هذا، فالواجب هجرها، الواجب هجرها. لأن أخوانا الضابط في مسألة الهجر إنه أهل الكفر والشرك يهجروا على الإطلاق حتى لو ما كان في هجر المصلحة. أهل الكفر والشرك وبرضه بيدخل في ذلك البدعة المكفرة، فده يهجروا على الإطلاق،
يهجروا على الإطلاق، حتى لو كان في الهجر ما في شنو؟ ما في مصلحة. فديل ما بنقول في هجرهم نرجع إلى المصالح والمفاسد، لا أبدا. ودي فتوى علماؤنا كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله والشيخ ابن باز وغيرهم. فالخالدي إذا أصرت فإنها تهجر، بل الواجب هجرها. نعم. وده ما بيدخل في قطيعة الرحم، ما بيدخل في قطيعة الرحم، لأنه أخواننا أهل الشرك وأهل الكفر ديل ما يعتبروا من الأرحام أصلا، كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم. هنا تعليق أو سؤال أو لعله تعليق ولعله يحتاج إلى توضيح أو بيان منكم. التوحيد لا بد أن يقترن بالعمل الصالح، فالاعتقاد دون عمل لا يكفي. بس جاي كده العبارة شكلها زين، تأكيد أو توضيح. أيوة نعم، لا بد من العمل. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فما يكفي الله، لا يكفي في التوحيد الاعتقاد فقط، بل لا بد مع الاعتقاد والنطق باللسان لا بد من العمل. نعم. السلام عليكم، هل تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبين علما بأن موعد الزواج قد اقترب وذلك في حدود التخطيط لأمر الزواج؟ طيب السؤال ده وانا قاعد يتكرر كثير. المكالمات الهاتفية بين المخطوبين، والمسألة دي يا اخوانا ينبني عليها مفاسد كثيرة والله، لأنه بالذات في مثل هذه الأزمنة، ولو كانت الشغلة زي زمان إنه مثلا لو رسلت لها جواب ودارت تشرح لنا كيفية العرس وهكذا، احتمال يجيك الرد بعد 3-4 شهور وإنت تكون في الفترة دي نسيت أي حاجة، مش كده؟ لكن هسه المسألة جابت أشياء غريبة، فممكن من المكالمة تبقى واتساب، وبعد الواتساب تبقى أمور ثانية أخرى. فالمسألة دي عليها مفاسد عظيمة جدا يا أخوان، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي النهاية التخطيط، التخطيط ما صعب إنه يكون مع أهل البيت، ما إلا مع البيت. التخطيط للزواج وإنه دار تعمل شنو ودار تسوي شنو، هو شغلة ذاتها ما دار لها تخطيط كثير. ما دار أصلا شغلة ما دار تخطيط كثير. ويتم مع أهلها، أبوها أو أخوانها، وديل بيكونوا واسطة بينك وبينها. يعني حتى لو دار تقول لها حاجة رسل أخوها. ما بيناتكم ما في كلام خاص، إذا قلت لي لا ما بقدر أكلم أخوها معناته أنت بتاع لولو، مش كده أخوانا؟ لو قلت لي لا ما بقدر أكلم أخوها معناته بتاع لولو، ما حيكون في كلام خاص أصلاً، مش الموضوع بتاع لا، وإنه يكون وين والغدا يكون بشو كده، ده تكلم أخوها وأخوها حيمشي يكلمها، وفي النهاية حيجيب لك كلامه، والله قالت لي قالت كده كده، والزول ده قال كده كده، فده الأفضل يا أخوانا. الإنسان ما يدخل مع المخطوبة في مكالمات، لا مكالمات صوتية ولا مكالمات بالواتساب ولا بالفيسبوك ولا بغيرها، حتى تأمن الفتنة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن والدي صوفي وكل ما أدعوه ما ازداد إلى نفورا، ومرات بحرق كتبه فيغضب علي غضب شديد ويقول: لست بعافي منك، هل آثم على ذلك؟ تشينا يعني، لأنه مرات بحرق كتبه أو يحرق كتبه وبالصلاة لأنه بيحرق بعدين. نعم.
طيب أول حاجة إذا كان الوالد صوفي فالواجب على الإنسان إنه يقدم له النص بالتي هي أحسن، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، الآيات من سورة مريم. فالإنسان يقدم النصيحة لوالديه حتى إذا كانت الوالدة برضو صوفية، يقدم لهم النصيحة بالتي هي أحسن. وفي النهاية ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم، والأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. وتدعو الله عز وجل لهم بالهداية، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فده الواجب، إنك تقدم لهم النصيحة لكن بالتي هي أحسن. لاحظ إبراهيم عليه السلام استخدم أسلوب التلطف: يا أبتي. ده أسلوب تلطف. فلو جيت للوالد بأسلوب يعني خشن أو أسلوب شين، حتى لو كلامك حق ما حيقبل منك أبدا، ما حيقبل. فتعلمه بأسلوب لطيف، واستخدم معه كل الأساليب، حتى لو تديه قروش تألف قلبه بالمال. يعني بعض الآباء، بالذات الآباء أكثر من الأمهات، ممكن ما يجيب الكلام، يجيب القروش. والله لو الليلة اديته مليون، ثاني بعد أسبوع مليونين، يقول لك: والله الواد ما شاء الله، والله شغلته عجيبة، خلاص كويس. فتاني ياخذ منك الكلام، يقبل ولا على كيفه، كويس، ولا على كيفه يقبل. لأنه كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان إنسان. فلو لقيت طريقة تدفع له وعندك الاستطاعة، ادفع له، ما في مشكلة، يعتبروا من المؤلفة قلوبهم، كويس. أما إذا أصر وأبى، مسألة حرق الكتب، إنه قالت بتحرق كتب أبوها أو أبوها بيحرق كتبه وبيغضب عليها غضب شديد ويقول: ما عافي منك. والله مسألة ما عافي منك دي طبعا ما يؤخذ، ما يوضع في الاعتبار أصلا، ما يوضع في الاعتبار، لأنه في النهاية هو ما داير الحق، ما داير الحق. كما قال والد إبراهيم لإبراهيم عليه السلام: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. نفس الكلام، عافي ما عافي كل واحد، لأنه في النهاية مخالف للحق وصاد للحق. أما بالنسبة لحرق الكتب، فإذا كان حرق الكتب فيه مفسد أخوان، يعني مثلا أبوك عنده كتب بتاع الصوفية في البيت، إذا كان حرقها بيجيب لك مفاسد فما تحرقها. مثلا إذا كان حرق الكتب يزيد به الوالد ضلالا ويزيد به نفورا عن الحق، فما تحرق الكتب. أما إذا كان ما في مفاسد، إذا بتقدر إنه تلقى لك حيلة، مثلا إذا سافر تقوم تحرقها، لما نجي راجع تقول: لا والله اتحرقت وما عارفين الحرقة منو كده، تتخارج منها، ما في مشكلة إن شاء الله. لكن إذا فيه مفاسد ما تحرق الكتب. أما إذا هو بيحرق الكتب، مثلا إذا عند مثلا كتب توحيد في البيت وكذا، إذا يحرق هذه الكتب، فالواجب عليه أنه تصبر يا أخوان، تصبر عليه. وبالذات البيت ما زي الولد، الولد ممكن يطلع يتخارج يمشي يشوف له شغله، ممكن ما يجي ذاته البيت، لكن البيت مشكلة. فتصبر مع يعني بذل النصيحة ومع كثرة الاستعانة بالله عز وجل ودعاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. نعم. سألت تسأل: إذا ما على والدي من حضور مجالس العلم والدعوة، هل علي طاعتهما؟ إلا إذا كان منعهم ليك يعني عليه مبررات شرعية، عليه مبررات شرعية. مثلا إذا قالوا: يا أخي والله ما نحن ما دارين إنك تطلع تمشي الدروس مثلا الساعة كذا والساعة كذا، وتجي راجع الساعة كذا والساعة كذا. فإذا كان منعه عليه مبررات شرعية فتطيع والدينا، تطيع والدينا. في النهاية طلب العلم وطلب الدروس يدخل في باب الواجب الكفاية. أما إذا كان منعه ما عليه مبررات شرعية، مجرد بغض للدروس أو مجرد كراهية للذين يدرسون، عشان يقول لك ديل كده وديل كده، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم بهذا التفصيل. السلام عليكم. كثرة الوساوس الطهارة مما قد يؤدي إلى الشك في الطهارة والشك في التوحيد، ما هو الحل وجزاكم الله خيرا؟ الحل إن الإنسان يعرض عن هذه الوسائل، عن هذه الوساوس، وما يشتغل بها كثير. وأنا برشد السائل أو السائلة إنها تراجع تفسير العثيمين عليه رحمة الله لقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس الآيات. فلما جاء لقول الله تبارك وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس، يعني بسط التفصيل في هذه المسألة وذكر الكلام ده ذات إنه بعض الناس يجيهم الوسواس حتى في العقيدة، والوسواس في الطهارة، والوسواس في الزوجة، والوسواس في العبادات وغيرها، ففصل فيها تفصيل جيد. لكن الخلاصة والنتيجة إنه الإنسان يعرض عن هذه الوساوس، أصله ما يشتغل بها. إذا قال إذا الشيطان جاء وسوس وقال ما توضيت، قل لا توضيت. إذا قال ما صليت، قل لا صليت. إذا قال زوجتك دي مثلا كذا وكذا، قل لا ما كذا، بس تكون شغال مع الشيطان عكسي، بس قل لك كذا قل لك كذا. فده العلاج مع مراجعة تفسير الآيات دي للشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله. نعم. أسأل عن صلاة الشفع والوتر، أو صلاة الشفع والوتر كيفيتهما، الصور التي تقرأ فيهما، وجزاك الله خيرا. صلاة الشفع ركعتين ركع، صلاة الشفع ركعتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما، أي هاتين الركعتين، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله، قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو سبح والأعلى في بعض الروايات. والسنة إنه الإنسان أخواننا يصلي الشفع والوتر في البيت عند الرجال، السنة عند الرجال إنه يصلي الشفع والوتر وهم في البيت. بل كل السنن، كل السنن ركعتي الفجر، والركعتين قبل الظهر، أو الأربع قبل الظهر، والاثنين بعد الظهر، والاثنين بعد المغرب، والاثنين بعد العشاء، السنة إن الإنسان يجعل هذه الصلوات وين؟ في البيت، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة في البخاري. والوتر يا أخوانا، الوتر أصلا هو الواحد، هو الواحد، فالإنسان يوتر بواحدة، ولا حرج إذا أوتر بثلاث، ولا حرج إذا أوتر بخمسة، ولا حرج إذا أوتر بسبعة. وكذلك من الأمور التي نبه عليها أهل العلم إن الإنسان ما يجعل السنة كالفريضة في الكيفية، يعني ما تصلي الشفع والوتر زي صلاة المغرب، مع الأخذ بالاعتبار إنه يجوز تسرد الثلاث ركعات مع بعض وتعتبر كلها واحدة بعد العشاء، لكن تسرد كلها بتشهد واحد، ما تصلي ركعتين وتقعد للتشهد وتقوم تجيب شنو ركعة ثالثة وتقعد للتشهد، لأنه كده بقت بتشبع صلاة المغرب. فالأصل في المسألة إن الإنسان ما يشبه صلوات النافلة بالصلاة الفريضة. أما صلاة الوتر فالإنسان يصليها بقول هو الله واحد أو بما شاء من القرآن، والله أعلم. يتعامل الناس في زمننا هذا مع السلف كأنه ملاك لا يخطئ، فإذا أذنب يرمى بأنواع من الانتقادات مثل سبحان الله الحالة دي أنت السلفي، فكيف يتصرف السلفي الذي لا يريد أن يغرر الناس بذنوبه ولا يريد أن يصدهم عن الدين ويكون للمتقين إماما؟ والله دي مسألة مهمة أخوان، ومسألة صعبة. أول حاجة ما في سلف معصوم أصلا، دي مسألة بالاتفاق، ما في سلف معصوم، وكل بني آدم خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أخوانا أحيانا في أخطاء، يعني الإنسان ممكن يضبط نفسه بالذات في الأماكن العامة وأمام العامة وكذا، يعني في أخطاء بتقع
تقع من بعض السلفيين بالذات جنب العوام دي اهم بيجيب اللوم بيقول لك يا اخي ده يهودينكم او ده ياهو منهجكم او 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 من الكلام اللي تسمع من العوام احيانا قد يكون فيه يعني شيء من التقصير من السلف يعني هو كان بالامكان انه ما يقع في هذا الخطا بالذات امام هؤلاء الناس فالانسان يا اخواننا يراعي دائما احوال الناس وانت في النهايه السلفي له غدوه يا اخوان السلفي غدوه الانسان الغدوه دائما يعمل حسابه يعمل حسابه بقدر الامكان اما اذا وقع الخطا من غير قصد فما في لوم عليك حتى لو قالوا ما قالوا يقولوا الدارين يقولوا لكن الانسان دائما يعمل حسابه يا اخوان لأن الغدوة ما زي باقي الناس عشان كده شوف الإمام أحمد عليه رحمة الله لما كان يجلد ويجر في الأسواق بالبغل كويس حتى يقول بخلق القرآن مع إنه مكره وكان ممكن يقول إنه القرآن مخلوق ويأخذ حكم الإكراه ولا حرج عليه أصلا يعني لو كان قال القرآن مخلوق وقلبه مطمئن بالإيمان ما عليه حرج مش كده أخوان لأنه داخل في حكم المكره لكن لأنه ذو إمام وغدوة صبر وأبى يقول الكلام ده مع أنه عنده الرخصة صبر على الأذى حتى فتح الله تعالى وعليه ونصره عز وجل في هذا الأمر فالإنسان الغدوة ما زي غيره هو والسلف إذا الحمد لله غدوة في المجتمع نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالنا نعم هنا سؤال عن أفضل كتاب في محبة الله عز وجل والتعلق به القرآن الكريم نعم هنا سؤال نريد توضيح قول البغدادي رحمه الله المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة أو فتح باب الفائدة والمجالسة للمجادلة والأباء الفائدة أي بمعنى أنه يريد توضيح الضابط الصحيح للمناظرات المناظرات يا أخواننا هي أولا عندها شروط وهي من الدين ودي مسألة مهمة أول حاجة لازم نثبتها إن مناظرة أهل الباطل من أهل الشرك وأهل البدع وغيرهم لإبطال باطلهم ولإعلاء كلمة الله ده من الدين كما ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود وكما ناظر موسى عليه السلام السحرة وغير ذلك وكما ناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوارج وغير ذلك من الأمثلة فالمناظرة من الدين لكن بعد ذلك يدخل في باب المصالح والمفاسد فإذا كانت المناظرة عليها مصالح مترجحة وكان الإنسان المناظر يصلح للمناظرة فإنه يناظر بل قد تجب عليه المناظرة قد تجب عليه المناظرة أحيانا أما إذا كانت المناظرة عليها مفاسد أو المصالح فيها ما مترجحة على المفاسد أو الإنسان المناظر ضعيف وإن كان صاحب حق حتى لو كان هو صاحب الحق والحق معه لكن ضعيف وقد يغلب في هذه المناظرة فإنه لا يناظر وتحرم عليه المناظرة يبقى نطلع بالفائدتين دي في مسألة المناظرة إنه أولا المناظرة من الدين ولا إشكال في هذا الأمر ثانيا المناظرة في النهاية في باب المصالح والمفاسد فإذا كانت المصالح راجحة والمفاسد منتفية والمناظر من أهل المناظرة فإنه يناظر بل قد تجب عليه المناظرة وإلا فلا والله أعلم